بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. يقول الله جل وعلا لهؤلاء الذين إذا ركبوا البحر أخلصوا له في العبادة، لأنهم يعرفون أنه لا ينجيهم إلا الله جل وعلا، فإذا صاروا بالبر واطمأنوا أشركوا. والله جل وعلا هو المتصرف في البر والبحر. يقول تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، تظنون أن الهلاك فقط في البحر، بل الله قادر أن يخسف بكم البر كما هو قادر على أن يغرقكم في البحر. وقوله جل وعلا أفأمنتم، الهمزة استفهام توبيخ وإنكار، والفاء عاطفة على جملة مقدرة، حينما نجوتم بالبر في البحر اطمأننتم، فما يليق بكم ذلك، وإنما اللائق بكم أن تعبدوا ربكم في البر والبحر. فهو المتصرف في جميع الكون، ما يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أتأمنون على أنفسكم الخسف في البر مثل البحر سواء بسواء؟ والخسف هو الانهيار والسقوط والغياب في الأرض. أفأمنتم أن يخسف بكم، خسف القمر بمعنى غاب وفقد، خسفت الشمس بمعنى غابت وذهبت، خسفت العين بمعنى غارت في الرأس، خسفت العين الجارية بمعنى أنها توقفت عن الجريان وغارت في الأرض، وهكذا. فالخسوف هو الغياب في الأرض.
أن يخسف بكم جانب البر، جانب ناحية، أي ناحية من نواحي البر، سواء كانت قريبة من البحر أو بعيدة من البحر، أو على شفا جرف هار أو على واد، فالله جل وعلا قادر على الانتقام بكم في البر والبحر. أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، فإما أن يخسف بكم البر وإما أن يرسل عليكم حاصبا. والحاصب هو الهواء الصلف الشديد إذا ترى معه حصى، أو أن يمطر عليكم حصاء من السماء كما فعل بقوم لوط على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فهو قادر على أن يخسف بكم البر كما خسف بقارون، وقادر على أن يخسف بكم البحر، وقادر على أن يرسل عليكم حاصبا في البحر حصى صغيرة أو كبيرة من السماء، أو يرسل إليكم الريح الشديدة مصحوبة بالحصبة. فينبغي لكم أن توحدوا الله جل وعلا في البر والبحر وفي جميع الأماكن. ثم لو حصل عليكم شيء من ذلك فإنكم لا تجدون وكيلا يدافع عنكم ولا من يحامي دونكم ولا من يذكر الأعذار التي أحاطت بكم، فإن الله جل وعلا عالم بكل شيء. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم على وكيلا، لا تجدوا أحدا يتوكل عنكم فيدافع عنكم كما تجد في حال الدنيا، فالدنيا قد يجد المرء من يدافع عنه لكن قد يصيب ويخطئ، بخلاف الآخرة فالله جل وعلا إذا أراد تعذيب عبده عذبه بما شاء ولا يتوقف على شيء دون شيء، فهو جل وعلا قادر على كل شيء. فأغرق قوم فرعون بالماء، وأغرق قوم نوح بالمطر، وأغرق أهلك الأمم السابقة كل بحسبه، منهم من أرسل عليه حاصبا ومنهم من خسف به الأرض، وهكذا فهو جل وعلا نوع عذابه لعباده لعلهم ينزجروا، وكل يرسل إليه العذاب المناسب له سبحانه وتعالى. فلا فكاك ولا محيص ولا محيد لكم عما أراده الله جل وعلا، فحري بكم أن تخلصوا لله العبادة وحده لا شريك له. يقول تعالى: أفحسبتم بخروجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، وهو المطر الذي فيه حجارة، كما قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وقال: وأمطرنا عليهم حجارة من طين. وقوله: ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أي ناصر يرد ذلك عنكم وينقذكم منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: في بلادي الوالد يبني لأولاده أي الذكور بيوتا
ويزوجهم، فهل يكون هذا الفعل عدم العدل في الأولاد؟ أما تزويج الأولاد فهذا من باب النفقة، فإذا قدر الوالد على تزويج ولده والولد لا يستطيع أن يزوج نفسه فيجب على الوالد أن يزوجه، كما يجب على الوالد أن ينفق على ابنه. وأما البيوت فلا، لأن البيوت تملك للعقار مستمر، فلا يجوز له أن يملك الذكور دون الإناث، لأن الحاجة تدعو للجميع، يرغب الجميع في السكن. فإذا كان مجرد سكن والملك للوالد فلا بأس بذلك، وإذا كان تمليك العقار للولد دون البنت، للذكر دون البنت، فلا يجوز. وأما موضوع التزويج فهذا واجب على الوالد إذا قدر على ذلك وكان الولد غير قادر. يقول السائل: هل يشرع مسح الركن اليماني وتقبيل الحجر إن أمكن في جميع الأطوفة؟ وهل يشرع أيضا الالتساق بالصدر على الملتزم وتقبيل الحجر بدون طواف استقلالا؟ نعم يا أخي، يستحب تقبيل الحجر الأسود كلما حاذيته في طوافك، كما يشرع استلام الركن اليماني في كل الطواف كلما حاذيته في طوافك. وأما تقبيل الحجر الأسود بدون طواف فلا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله إلا حينما انتهى من الطواف، قبل الحجر الأسود وذهب إلى المسعى. يقول السائل: هل يصح الجمع بين السبت من شوال وصيام الاثنين والخميس بنية واحدة؟ نعم يا أخي، إذا صمت يوم الاثنين أو يوم الخميس بنية أنها يوم الاثنين أو يوم الخميس، وبنية أنها الأولى من ست شوال أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا، فممكن أن توزع الست من شوال على أيام الاثنين والخميس. يقول السائل: متى يكون دعاء الاستخارة؟ يكون دعاء الاستخارة في حال السجود أو في حال الصلاة أو بعد السلام، يجوز هذا وهذا، أو في أثناء الصلاة يعني في التشهد، يجوز أن تدعو الله باستخارتك في أثناء سجودك، ويجوز أن تدعو الله في أثناء صلاتك في تشهدك الأخير، ويجوز أن تدعو بعد السلام، لأن بعض العلماء رحمهم الله بعضهم اختار هذا وبعضهم اختار هذا وبعضهم اختار هذا، ولا مشاحة، لأنك إن دعوت في حال السجود فقد أحسنت، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإن دعوت في حال التشهد فتكون أحسنت، لأن كونك تدعو وأنت في الصلاة أحب إلى الله من دعائك خارج الصلاة. وإن دعوت بعد الصلاة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الاستخارة أن يصلي ركعتين من غير الفريضة فيدعو بما مما يستخير الله به، وهكذا لا بأس عليه
سواء دعا في حال السجود أو دعا في حال التشهد أو دعا بعد السلام. يقول السائل: هل صيام ست من شوال أن تصوم يوما وتفطر يوم لمرض يجوز؟ لا بأس عليك، المهم أن تكون هذه الستة الأيام صمتها في شوال، في أول شوال أو في آخره أو في وسطه، صمتها متوالية أو متقطعة، لا بأس عليك في هذا كله. يقول السائل: ما هي المراحل التي يمر الجنين بها في بطن أمه، وكيف تكون النطفة مخلقة وغير مخلقة؟ هذه أحلها إلى الدكتور يعلمك. هو 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله. يقول السائل: صلينا العيد في المدينة وهناك لافتة مكتوب عليها لا تتقدم هنا محاذاة الإمام، ولكن الزحام شديد فتقدم أناس على الإمام، فما حكم الصلاة؟ صلاتهم صحيحة والحمد لله، ما دام أنه نتيجة الزحام والتضايق في المكان فلا بأس أن يتقدم على الإمام في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد وفي صلاة الجنازة وغير ذلك من الصلوات التي يجتمع فيها الخلق الكثير. يقول السائل: هل لمس المرأة الأجنبية ناقض للوضوء؟ مس المرأة أجنبية أو محرم أو زوجة كله في الزحام لا بأس به، لأنك ما قصدت ولا تحركت شهوتك، فإذا مسست امرأة تحركت شهوتك فإن تحرك الشهوة مظنة للإمذاء، وإذا أمذيت انتقض وضوءك، وإلا مس المرأة بحد ذاته لا ينقض الوضوء إلا إذا تحركت شهوة الإنسان. يقول السائل: أنا مقيم في مكة ما يقارب عام، وخرجت اليوم إلى جدة وأتيت بعمرة وأريد أن أحج إن شاء الله، فهل إذا خرجت مرة ثانية؟ كأنه يسأل: هل يكون إذا أحرم بحمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر من ذي الحجة يكون عليه هدي لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج أم لا؟ فأقول له: ما دمت مقيما في مكة لمدة سنة وأنت لا تنوي الرحيل الآن، فأنت تعتبر من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام لا يجب عليهم هدي إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج أو قرنوا بين الحج والعمرة. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين ست من شوال مع الأيام البيض؟ نعم يجوز ذلك، إذا نويت بصيامك البيض من شوال على أنها من الست من شوال صح ذلك ولا حرج عليك، لأن صيام أيام من ست شوال في شوال ما دام صامها في شوال وتطوع أي تطوع أضاف إليها سواء كانت الست من شوال أو البيض أو غير ذلك من الأيام فينوي بها الاثنين لا بأس بذلك. يقول السائل: رجل له بيت في مكة
ويتردد بينه وبين بيت آخر له خارج مكة، فهل إذا عاد إلى بيته الآخر بعد الحج هل عليه طواف الوداع؟ الظاهر والله أعلم أنه إذا كان بيته الثاني البعيد عن مكة مسافة قصر فعليه طواف الوداع لأنه يريد المغادرة، بخلاف من لم يكن بينه وبينه مسافة قصر كمن يسكن في الشرائع أو غيرها مثلا من الأماكن القريبة من مكة ويخرج من مكة إلى بيته الآخر قريب منها، فلا يظهر أن عليه طواف وداع، بخلاف من يريد السفر إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى الرياض أو غيرها من الأماكن فإنه يلزمه طواف الوداع. يقول السائل: مسجد صغير عندنا كنا نصلي فيه، والآن بعد ذهاب الإخوة أصبح المسجد شبه خال، فهل أصلي فيه أم أصلي في المسجد؟ إذا كان هذا المسجد فيه جماعة، مسجد جماعة مباح لكل من جاء إليه فيعتبر مسجدا سواء قلت الجماعة أو كثرت، لكن كلما كثرت الجماعة هو أفضل. أما إذا كان غرفة من البيت تصلون فيه وذهب زملاؤك الذي يصلون معك فلا يسوغ لك أن تصلي فيه وحدك ولا تصلي فيه مع جماعتك إلا إذا اعتبرتموه مسجدا عاما. يقول السائل: صائم تحركت شهوته ولكنه لم ينزل، ولكن وجد مذي على ذكره، كما هل يفطر ذلك اليوم أو لا؟ الإفطار لا يتعرض لتحرك الشهوة، لا يضير من تحرك شهوته صيامه، يعتبر صيامه صحيح، إن أنزل المني أفطر، وأما مجرد المذي الذي يحصل على الذكر فهذا لا يفطر به الصائم، واجتنابه أولى. يقول السائل: هل ثواب الصلاة داخل الحرم بمئة ألف صلاة أو هو نفس الثواب خارج المسجد الحرم أو بعيد منه؟ الصلاة في سائر أنحاء مكة داخل أميال الحرم نرجو الله جل وعلا أن تكون مضاعفة بمئة ألف صلاة، لكنها تختلف هذه المضاعفة بين الصلاة أمام الكعبة أو بعيدا عنها، فلا شك أن الصلاة بين يدي الكعبة قريب من الكعبة أنها أفضل من خارجها، لكن المئة الألف في الحرم هذه نأمل من ربنا أن تكون عامة لكل من صلى داخل أميال الحرم، علما بأن المسألة هذه فيها خلاف، بعض العلماء يقول الصلاة المضاعفة هي ما كانت داخل الكعبة، داخل الكعبة مضاعفة وخارج الكعبة لا مضاعفة فيها، وبعضهم يقول الصلاة داخل المسجد هذا شرفه الله مضاعفة، وما كان خارج هذا المسجد فليست مضاعفة، ومنهم من يقول المضاعفة في داخل مكة وما كان خارج مكة ليس مضاعف، والقول الأخير لعله الراجح إن شاء الله أن الصلاة في سائر أنحاء الحرم سواء كان في مكة المسكونة أم خارجها كعرفة كمنى ومزدلفة وحول وما حولهما دون خارج أميال الحرم، بعض العلماء يحدد المضاعف ما كان داخل أميال الحرم
وبعضهم يقول ما كان داخل بنيان مكة، وبعضهم يقول ما كان داخل المسجد الحرام، وبعضهم يقول لا هذه كلها وإنما ما كان داخل الكعبة. أربعة أقوال للعلماء رحمهم الله، ولكن رجح أكثر مشايخنا رحمة الله عليهم على أن المضاعفة في سائر أنحاء مكة ما كان داخل أميال الحرم. يقول السائل: جاء أخي ليضرب القط فضربه فمات، علما بأننا من سكان مكة، فهل يلزم أخي شيء؟ لا يلزمه شيء، وإنما إن قصد قتله فلا يجوز له ذلك ما دام أنه مسالم لم يؤذي، أما إذا آذى فيجوز قتله ولا بأس على أخيك. يقول السائل: هل جدة ميقات للقادم من السودان؟ وهل عليه هدي إذا كان جاهلا؟ جدة ليست ميقاتا لأحد إلا لأهلها فقط، جدة ليست ميقاتا لأحد سوى أهلها أو من أراد الحج أو العمرة وهو مقيم في جدة، أو قدم إلى جدة لغرض ونوى الحج أو العمرة من جدة فله أن يحرم منها. بعض نواحي السودان، قال بعض العلماء إنه يصل إلى جدة قبل أن يحاذي أحد الميقاتين، لأن من توجه من السودان مثلا من طريق البحر إلى جدة قد يصل أحيانا إلى جدة قبل أن يحاذي الميقاتين ولا أحدهما، يلملم أو الجحفة، واحد على يمينه واحد على شماله، وأحيانا إذا قدم من وسط السودان من مكان ما حدده بعض العلماء قال إنه يصل إلى جدة قبل أن يصل إلى يحاذي الميقاتين، فهذا إحرامه من جدة، لكن ليس لكونه من أهل جدة وإنما لكونه وصل إلى جدة قبل محاذاة أحد الميقاتين. يقول السائل: هل يجوز الاستحمام والوضوء بماء زمزم؟ الخلاف بين العلماء رحمهم الله في الاستنجاء بماء زمزم، وأما الوضوء والاغتسال بدون استنجاء فلا بأس بذلك إن شاء الله، وإنما الخلاف بينهم في هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم. بعضهم منع ذلك قال تكريما لزمزم عن أن يغسل به أثر النجاسة، بعضهم قال لا بأس بذلك لأن المراد الطهارة والنظافة فيجوز للمسلم، بينما الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا واستعملوا الماء في جميع الحالات للماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل من ماء زمزم. بعض العلماء أجاز الاستنجاء للحاجة وقال لأنه ليس بأفضل من الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم منع ذلك تكريما لماء زمزم. يقول السائل: تشترط الدولة وفقها الله بأن يكون عمر الشخص المتقدم للعمرة 40 عاما، فهل يجوز لي أن أغير تاريخ ميلادي ليكون كذلك؟ وهل يعتبر ذلك حراما؟ وهل العمرة صحيحة؟
لا يا أخي ما ينبغي لك أن تغير ميلادك لأنك قد تحتاجها في المستقبل لأمور كثيرة، فإذا كبرت سنك هذه الحال قد تحتاج إلى تصغيرها في حال أخرى، فينبغي أن تكون صادقا في كل أحوالك. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يتكلم في ولاة الأمور وخاصة في هذه الأيام التي تموج فيها الفتن كما هو معلوم؟ لا يجوز أخي التكلم في ولاة الأمر ولا في غيرهم سواء مع كثرة الفتن أو قلتها، فيجب احترام المسلم لإخوانه المسلمين ولاة أمر أو غيرهم، وإنما الواجب عليه المناصحة إذا رأى من ولاة الأمر شيئا ما، فالمناصحة واجبة، وأما التكلم فيهم فهذا لا يجوز لا أيام الفتن ولا غيرها. يقول السائل: رجل كبير في السن خطب امرأة وقال لها أنه شاب وأرسل لها صورة شاب وتم العقد على ذلك، وبعدما رأته رفضته، فما حكم ذلك؟ الظاهر والله أعلم أن لها الخيار في هذا، لأنه دلس عليها وأخفى الحقيقة، وكان الواجب عليه أن يخبر عن حقيقة نفسه وعن عمره ولا يكذب، فإذا كذب فهو المتحمل لكذبه هذا. يقول السائل: أتيت بعمرة لنفسي، فهل يجوز لي أن آتي بعمرة لوالدي، وما هو الميقات؟ نعم يا أخي، يجوز لك أن تعتمر لنفسك ثم تعتمر لمن أردت لواحد، ولا تجوز العمرة للاثنين، وإنما تكون لواحد، وعليك أن تعتمر العمرة المشروعة وهي التي تتوجه إلى بها إلى مكة، أما أن تخرج من مكة لتعتمر فهذا ليس مشروع، وخاصة لمن قدم إلى مكة بعمرة ثم أراد أن يعتمر ثانية، أما من كان مقيما في مكة وأراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل ويكفيه ذلك، أما من كان حديث عهد بعمرة فلا ينبغي له أن يخرج إلى الحل، وإنما يخرج لأحد المواقيت إذا سافر إلى مكان ما ورغب في العودة إلى مكة، فيحرم من الميقات الذي يمر به. يقول السائل: إذا أردنا السفر وطفنا طواف الوداع ثم بقي وقت للصلاة، هل نعود إلى المسجد الحرام للصلاة؟ نعم يا أخي، لا يجوز لك أن تتأخر عن صلاة الجماعة سواء ودعت أو لم تودع، فوداعك لا يمنعك من الصلاة في المسجد الحرام، كأن تكون ودعت وخرجت لكنك سمعت أذان العصر أو أذان الظهر فرغبت أن تصلي في المسجد الحرام فلك ذلك، بل يتعين عليك، ولا يجوز لك أن تترك الصلاة في المسجد لأجل أنك ودعت، فالوداع لا يمنعك من العودة إلى المسجد، والوداع قد يؤثر أحيانا وقد لا يؤثر، إذا كان الوداع مثلا في وقت الحج فمن المعلوم أنه يستغرق وقتا طويلا، فإذا ودعت فلا يلزمك أن تعود للوداع مرة أخرى، وأما في غير وقت الحج وغير وقت الزحام فلك أن تودع وتعود وتصلي وتودع ثانية ولا بأس عليك، وللحاج والمعتمر أن يودع مرتين أو أكثر من ذلك، كلما عزم على السفر ودع، فإن سافر فبها، وإن لم يسافر فعليه أن يودع ثانية إذا عزم على السفر. يقول السائل:
هل يجوز المتاجرة في الحج البدل بحيث أقبض مبلغ 5,000 ريال ثم أعطي لغيري يقوم بهذا النسك بمبلغ 3,000 ريال والباقي لي؟ لا يا أخي، مثل هذا لا يجوز، لأنك أعطيت إياها لتحج أنت، ولم تعط إياها لتبحث من يحج عن فلان. واعلم بأنك لو أردت المتاجرة تقدر أن تحجج واحدا 500 ريال وتحتفظ بالبقية لنفسك، لكن هذا لا يجوز، هذا متاجرة في عمل صالح لا يجوز، كأن تعطى أجرة صيام أو نحو ذلك فتدفع بعضها وتحتفظ لنفسك ببعضها وبأكثرها، هذا كله لا يجوز لك. يقول السائل: هل صيام الاثنين والخميس نافلة ينطبق عليه حكم الصلاة 100,000 صلاة؟ وكل أعمال الخير كذلك ينطبق عليها هذا الأجر؟ الله ذلك أيها الإخوة، نرجو الله أن يضاعف الأعمال الصالحة كلها في مكة، وهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. يقول السائل: جئت للعلم وتكاليف السفر تكفل بها رجل ماله مختلط بين الحلال والحرام. لا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه ليس حرام عليك، وإنما حرام على صاحبه أن يستعمل المال الحرام في تقرب إلى الله جل وعلا. وأما أنت فيجوز لك أن تأخذ، لأننا نقول لمن اجتمع ماله من حلال وحرام ولا يفرق بينهما فيحسن منه أن ينفق كله أو أكثره في الحلال ليؤجر على ذلك، فلو أعطاك من هذا المال الحرام عليه فليس بحرام عليك أنت. يقول السائل: هل يجوز تكرار العمرة في اليوم الواحد؟ قد يجوز وقد لا يجوز. إيضاح هذا: مثلا أنت قدمت مكة في صباح يوم الخميس معتمرا محرما بعمرة، ثم خرجت ظهر يوم الخميس إلى الطائف أو إلى الرياض أو إلى أي جهة وعدت في نفس اليوم بعمرة ثانية فلك ذلك، لأن القادم إلى مكة له أن يقدمها بعمرة كما قرب عمرته الأولى فلا بأس عليه. وأما أن تعتمر وأنت في مكة ثم تخرج لعمرة أخرى وأنت في مكة فلا يسوغ لك ذلك أخي. يقول السائل: ما حكم وضع اليدين خلف الظهر أثناء الجلوس؟ إذا كان لحاجة فلا بأس بذلك، كان يكون فيه ألم يستعين بيديه للجلوس فلا بأس عليه، وأما إن كان بغير حاجة فلا يجوز وضع اليدين على الظهر. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.